أن يتلمس الإنسان خيوط النور من سراج الولاية أمر يعجز عن تحمله إلا من حباه الله ببصيرة راسخة وإرادة صلبة. فمذ بقر مولانا محمد بن علي الباقر عليه السلام باب الحياة في غرة أشهر النور من العام 57 للهجرة، تلمس البشر خيوط الضياء المتمثل بطلعته الغراء. وأي باب طرقت في حضرة صرحه المنيف انسابت إليك معاني التوفيق والسداد، فمرة تتلمس من سلوكه المعنوي عليه السلام مدرسة عملية تجذبك إلى حيث الصفاء وعلو الدرجات، ومرة تراه يهب عليه السلام بكل سخاء ما تقع عليه يده من حطام الدنيا، متحديا كل فاقة وإملاق، ومربيا على أدب العلاقة والتفويض إلى الله. وثالثة يشعرنا عليه السلام رعايته لأهل الولاء حرصا على أن لا تزل لهم قدم، وبين هذا وذاك يتعهد عليه السلام خلق الله بالوصايا المتتالية التي تتيح لكل مريد أن يحلق عاليا في سماء الفضيلة. دائم الذكر لله. يروي أحد مواليه المسمى أفلح: خرجت مع محمد بن علي حاجا، فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى على صوته، فقلت: بأبي أنت وأمي، إن الناس ينظرون إليك، فلو رفقت بصوتك قليلا. فقال لي: ويحك يا أفلح، ولم لا أبكي؟ لعل الله تعالى أن ينظر إلي منه برحمة فأفوز بها عنده غدا. قال أفلح، ثم طاف بالبيت، ثم جاء حتى ركع عند المقام، فرفع رأسه من سجوده، فإذا موضع سجوده مبتل من كثرة دموع عينيه. هذا المشهد يعكس حال أولياء الله والحب الممزوج بالخشية والشوق الذي يختلج في قلوبهم، وما يحمله من دعوة عملية لما ينبغي أن تكون عليه علاقة المؤمن بربه، والطموح الذي لا ينبغي أن يغيب عن أحد من عابري دار الممر. فقد كان الإمام عليه السلام دائم الذكر لله تعالى، كما ينقل لنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام وهو يصف حال والده في ذكر الله تعالى: وكان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله، وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر. قضاء الحاجات. إلى جانب زكاة الأبدان التي كان ينفقها عليه السلام في الله تعالى ويربي ويبني على أساسها، لم يغفل الإمام الباقر عليه السلام عن زكاة الأموال التي تعكس تمام الثقة بالبارئ الواهب المعطي حبا له وثقة بما وعد. أعظم أهل بيته مؤنة.
يروي مولانا الإمام الصادق عليه السلام واحدا من تلك المشاهد بقوله: كان أبي عليه السلام أقل أهل بيته مالا وأعظمهم مؤنة، وكان يتصدق كل جمعة بدينار، وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام. من امتنع عن معونة أخيه. عن الإمام الباقر عليه السلام: ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. وفي الرواية أنه: ما من عبد يمتنع من معونة أخيه المسلم والسعي له في حوائجه قضيت أو لم تقضى إلا ابتلاه الله بالسعي في حاجة من يأثم عليه ولا يؤجر به. بئس الأخ يقطعك فقيرا. عن الحسن بن كثير قال: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام الحاجة وجفاء الإخوان، فقال عليه السلام: بئس الأخ أخا يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم فقال: استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني. من وصاياه عليه السلام. يروي جابر بن يزيد الجعفي قال له الإمام عليه السلام: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله، ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. فقال: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول: أحب عليا وأتولاه، ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فلو قال: إني أحب رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من علي عليه السلام، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه، أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجة. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، ولا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع.